انا عندي تيك توك قبل شوي لقيت هذا التليفون ف وما بي ما بي سيم كارت فاللي التليفون يفتح له الرمز ها وراح ارد له رقم لان هو ما بي سيم كارت ما بي سيم كارت زين وبي رمز فانا اشتغل بتيك توك ولقيته رقم 077-0-8-5-60-60 نعدل الله يعزك والله معدل رحم الله والديك حبيبي وموجود التليفون بالحفظ والصوت جد رقم كرت اللوب 077-0-8-5-60-60 ان شاء الله خير الحفاظ لورد بعد حبيب قلبي شلونك هلا بالحق خطاب العفو منك خطاب شلونك ان شاء الله زين العفو منك اول شيء اني يعني هاي اول مره اسوي لقاء وانا اتابعك دائما انت تجي هنا والله صار فتره قلت بلكي اشوفك يعني صراحه اني عندي مناشده العالم كله تطلع انت دائما وياهم اللي يقول لك اني فقير واللي يقول لك اني عندي حاجه واللي يقول لك كوما هاي انسانيه يعني من عندك توصل لهذا احنا شنو عندنا انا شنو عندي احنا نقول الله يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء احنا هناي هاي الصدريه كلها ايش قد اكو بسطيات ايش قد اسوي لقاءات وياهم كلهم انا مسؤول عن كلامي هذا كلهم نصهم شنو يغشون بالمسواق مالتهم المخضر مالتهم هذا دائما الاحظ هذا الشيء تجي كله البعض مو لا نقول بعض من عندهم اي يعني نقول 80% 90% لا 80% اي 80% ليش يخلي لك بضاعه درجه اولى تشوفه بس هو بس تروح يمه يابا اعطيني كيلوين 3-4-5 توصل للبيت كله خيشه كله خيشه يعني ليش ليش يعني اني منطيك فلوس اني تعبان بيها اني تعبان بيها اعطيك فلوس وتغشني زين ليش مو هذا مو حرام زين انت على باب الله انت تقول اني اطلع من الصبح تقول يا الله انت تغش العالم زين احنا ليش بعد نعتب على الحكومه ليش نعتب على الحكومه انا اذا اعرف ليش نعتب على الحكومه انا اكثر من مره صارت وياي هنا اكثر من مره والله اكثر من مره وما ادري بيا منطقه بالضبط سالت احد اصدقائي يمكن بالدوره قال كله عزل عندنا يعني الفتاتة الخايسه نعزلها الطماطه الخايسه نعزلها شيء نظيف نطي للعالم زين ادري هاي العالم ما اعرف يعني ما اعرف يشتغل الحرام قام يمشي بدمهم ما ادري الحرام قام يمشي بدمهم ما ادري احنا نحكي على الحكومه نقول الحكومه كذا وكذا وكذا زين انتم ليش هيك تسوون مو حرام انت فقير انا ابو البسطيه انا اشوفه مثل ما اشوف نفسي زين انت ليش هيك تسوي ليش والله قبل 3 ايام اخذت مسواق هم صار بي نفس الحاله بضاعه زينه وهاي قلت له اعطيني منها ومنها ومنها رحت للبيت تعجبت انت ما تستنقيها؟ ماكو لا هم يطوك هم يطوك ما يط... ما يعني مالتها تمد بيدك ما يخلوك هنا ماكو هنا ماكو نهائيا انا اقول لك يا ودا اقول لك مسؤول عن كلامي انا اكثر من مره هنا اجي اسوي يوميه بالصدري هاي يا تبيتنا هنا بس ماكو المن تحكي ما حد ما يفيد هذا كلامي شمره بالشط انا اقول لك يا والله العظيم زين المن بعد احنا المن نعتب المن نحكي والمن نقول المن نصلي 24 ساعه بالجوامع والله اكبر وما ادري شنو يعني هسه اليهود هسه مو اكو هاي اليهود اسرائيل مو جاي حرب وهذا انا 5 سنوات احكي وياك 5 سنوات باوروبا عايش 5 سنوات اطب للسوبر ماركت ثق بالله ماكو لا تفاحه لا طماطه لا موز لا اي فاكهه او اي مخضر بها نقطه خياس بيها نقطة خياس زين اني داش وياك هاي الدول اللي نقول عليهم احنا انه هذول غير ديانات ويهود ما عندهم هذا الشيء